إذن أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند أمس عن فتح باب التسجيل لتلقي الجرعة المنشطة الجرعة الثالثة من لقاح كوفيد-19 للفئة العمرية 18 سنة فما فوق. نعم، وقد أوضح السند أن مواعيد تقديم هذه الجرعة ستكون وفق أولوية فئات ذوي الاختطار ووفق الكميات المتاحة من اللقاحات، على أن يكون قد مضى فترة تزيد على 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح نفسه. وللمزيد حول هذا الموضوع خنروح وياكم إلى مراسل تلفزيون دولة الكويت رائد الشمري المتواجد حاليا بمركز الأندلس الصحي لمتابعة سير عملية التطعيم. صباحك الله بالخير رائد، ويا ريت تحطنا بالصورة وكيف هو الإقبال على التطعيم اليوم بعد فتح باب التسجيل لتلقي الجرعة المنشطة للفئات العمرية 18 سنة وما فوق. صباح الخير زميل نجيب، صباح الخير لزميل أمها، وأيضا صباح جميل لمشاهدي برنامج العالم هذا الصباح. بالفعل يعني تنطلق وزارة الصحة من خلال المجهودات الكبيرة التي تبذل منذ بداية الجائحة وصولنا اليوم إلى لله الحمد مع استقرار هذا الوضع الوبائي ووصولنا للمناعة المجتمعية، وأيضا الحديث اليوم عن الجرعة الثالثة، الجرعة التنشيطية التي إن شاء الله ستضفي بظلالها على الوضع الآمن والصحي في البلاد المواطنين المقيمين. بالفعل يعني بدأ التسجيل للجرعة التنشيطية، وهناك أيضا يعني لله الحمد نشوف تفاعل كبير يعني بعد النجاح الكبير للجرعتين، الجرعة الأولى والثانية لله الحمد، والوضع الآمن الذي أعطى الكثير من الطمأنينة للعالم أجمع لله الحمد، وعودة الحياة تدريجية نوعا ما نقول نشاهد ونتابع في جميع دول العالم لله الحمد، كما نشاهد ونتابع الوضع الوبائي في البلاد مبشر جدا، وأكيد بجهود الجيش الأبيض الذي قدم الكثير والكثير سنكون إن شاء الله في توضيح لهذه الصورة بالنسبة لتطعيم الجرعة التنشيطية مع ضيفي وضيفكم في الجانب الآخر الدكتور مريم القطان استشاري طب عائلة رئيس مركز الأندلس الصحي. صبحك الله بالخير دكتورة وقواكم الله. يصبحك بالنور والسرور، الله يقويكم وشكرا على التغطية. فعلا مثل ما تفضلت بدأت وزارة الصحة في التطعيم للجرعة الثانية التنشيطية للناس اللي أتموا جرعتين من اللقاحات التحصين من ضد فيروس كورونا، بدأوا من الأسبوع اللي فات وفتح باب التسجيل للراغبين طبعا في أخذ الجرعة التنشيطية، والأولوية طبعا مثل ما ذكر وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي الأولوية لكبار السن ممن أعمارهم تتجاوز 60 سنة وللأشخاص المعرضين للإصابة اللي هم أكثر شيء في الطاقم الطبي، وكذلك للأشخاص اللي عندهم مشاكل في الجهاز المناعي أو نقص في الجهاز المناعي فبالتالي يحتاجون جرعة تنشيطية لحمايتهم من الإصابة. جميل دكتورة، أنا أعطيك الصحة والعافية دكتور بريا. بالأمانة يمكن شهادة فيكم مجروحة، وأنا من الناس يمكن التقيت فيش كثيرا في المراكز في محافظة الفروانية، وكان التنقل من جميع هذه المراكز والتفاعل الكبير للمواطنين للمقيمين للجرعات لقاح كوفيد-19. نتحدث اليوم عن الجرعة الثالثة، يمكن المشاهد يريد أن يتعرف أكثر يعني طريقة التسجيل لهذه الجرعة، هناك أكيد مدة معينة، وأيضا بالنسبة كما ذكرت بالبداية هناك أيضا فئات بالنسبة لهذه الجرعة الثالثة، وهل هي إلزامية أو أيضا لزيادة الاطمئنان والحماية يتم من خلال الجرعة الثالثة؟ أولا بالنسبة للتسجيل، التسجيل عن طريق رابط وزارة الصحة لأخذ موعد للجرعة التنشيطية. التسجيل للأشخاص اللي تجاوزوا 6 شهور من تاريخ جرعتهم الثانية للتطعيم. الفئات مثل ما ذكرتها الفئات الأكثر اللي عليها خطورة الأكثر عرضة للإصابة وكبار السن والأشخاص اللي عندهم نقص في جهاز المناعة. الجرعة الثالثة غير إلزامية ولكن هي أفضل، إحنا ننصح فيها لأنها تعطي حماية أكثر للأشخاص، لأن بعد 6 شهور بناء على الدراسات بعد 6 شهور خلاص تبدي تقل فعالية الجرعة الثانية، فبالتالي يكون الشخص تزيد نسبة تعرضه للإصابة ولمضاعفات الإصابة، فإحنا ننصح في أخذ الجرعة الثالثة من باب الحماية للأشخاص والمجتمع. مع فتح باب الجرعة الثالثة شلون كان الإقبال دكتور؟ والله كان في إقبال، في أشخاص وصلت لهم مواعيد
اللي هم كانوا كبار السن والأشخاص من الطاقم الطبي وصلت لهم مواعيد، وفي افتحوا باب التسجيل للأشخاص اللي عندهم رغبة لتأخذ الجرعة التنشيطية. وطبعا راح تبدي تتوزع المواعيد بناء على الأولوية وبناء على الكميات المتوفرة من التطعيم في الكويت. جميل دكتور. أيضا يمكن بعض المشاهد يقول أنا أتميت الجرعة الثانية بس ما أكملت 6 أشهر، هل السيستم يقبل التسجيل؟ لا يقبل، لازم تكون معدية 6 شهور من تاريخ الجرعة الثانية عشان يقبل السيستم للتسجيل. دكتور أيضا يعني اليوم من خلال تواجدنا وهذه الفترة الفترة الموسمية هناك الحديث عن أيضا تطعيمات الموسمية تطعيم الإنفلونزا، هل سيتعارض هذا الأمر مع من تلقى الآن جرعة ثالثة؟ يمكن يكون تخوف هل سيكون تعارض مع هذه اللقاحات بالنسبة للموسمية وأيضا لقاح الجرعة الثالثة التنشيطية؟ لا أبدا ما في لقاح، بالعكس هي تعطي حماية إضافية، لأن الحين موسم الشتاء الحملات اللي هي سنوية تصير لتطعيمات الشتاء هي سنويا كانت تصير، هذه السنة مضاف لها تطعيم الإنفلونزا، فالشخص يقدر يطعم في نفس الوقت تطعيم الكوفيد 19 مع تطعيم الإنفلونزا. يكون طبعا مختلفين على الجهة اليمنى واليسرى؟ اي في نفس الوقت يقدر ياخذهم، طبعا واحدة على الذراع الأيمن واحدة على الأيسر. صح دكتورة. أيضا لو نوضح اليوم للمشاهدين من خلال الجرعة الثالثة، قد يتساءل البعض هل هي تمهيد لجرعات أخرى؟ أيضا بالفعل يعني هناك مدة معينة لهذه الجرعات، يعني الحديث عن الجرعة الثانية أيضا يمكن قد تقل أيضا كفاءتها، لكن الحمد لله وصول المناعة المجتمعية، هل ستكون إن شاء الله الجرعة الثالثة عبارة عن نقول زيادة الاطمئنان ونقول إن شاء الله الانتصار على فيروس كوفيد 19؟ بالضبط، فعلا الجرعة التنشيطية خلاص، لأن هي مثل ما قلنا بعد 6 شهور من الإصابة تزيد عرضة بعد 6 شهور من التطعيم تزيد فرصة الإصابة وتزيد فرصة التعرض للمضاعفات بعد الإصابة، فبالتالي راح يرد عندنا كيرف اللي احنا نقول كيرف الوباء. احنا الحمد لله لو نلاحظ الأرقام أخيرا يعني في الفترة الأخيرة نزل عندنا بشكل كبير، فاحنا عشان نحافظ على هذا النزول ونقضي على الوباء نطعم زيادة، ومثل ما قلنا بعد 6 شهور تقل فعالية التطعيم، فبالتالي احنا نحتاج جرعة تطعيمية عشان نحافظ على هذا النزول ونقضي على الوباء ونوصل للمناعة المجتمعية. بالنسبة لتكرار التطعيمات كلش كثر احنا نقدر ناخذ التطعيم، الى الان حسب الدراسات كل 6 شهور من الجرعة الأخيرة كجرعة تنشيطية، ولكن ما ندري طبعا في المستقبل بتصير دراسات ثانية، بتصير ممكن تحورات للفيروس بشكل ثاني، بيصير طبعا اكتشاف او تطور لنوع التطعيم ممكن تصير سنوية او اكثر او اقل، هذا نتركه ان شاء الله للزمن مع الدراسات. الصحة والعافية دكتورة. رسالة أخيرة توجهنا من خلال برنامج العالم هذا الصباح من خلال ما يشاهدنا من المتابعين وأيضا الاطمئنان أكثر اليوم بالحمد لله الوضع الوبائي الذي أصبح اليوم الحمد لله يتلبس من خلاله أكيد تفاؤل في المرحلة المقبلة. وشكرا لكم مرة ثانية على تغطيتكم اليوم للتطعيمات. أنا أنصح طبعا كل السادة المشاهدين وكل الناس اللي يسمعونا ممكن في كل مناطق العالم أنهم يبادرون في التطعيم، واللي عدى على تطعيم من الجرعة الثانية 6 شهور يسجل الجرعة الثالثة حماية إضافية له. كل شكر لك دكتورة مريم القطان استشارة طب عائلة وأيضا رئيس مركز الأندلس الصحي، والشكر موصول لهذه الكوادر الوطنية التي ستواصل العمل بجد وستواصل أكيد من خلال جرعة ثالثة تنشيطية. نتأمل إن شاء الله تكون فيها الصحة فيها العافية وأيضا فيها أيضا الأمان أكثر بالنسبة للوضع الوبائي الذي أصبح الحمد لله فارق كبير ما بين الماضي وبين الوضع الحالي الذي فيه التفاؤل وأيضا أكيد بإذن الله التغلب على فيروس كوفيد 19. نعم زميلي نجيب. نسأل الله السلامة للجميع إن شاء الله. راد الشمري مراسل تلفزيون دولة الكويت، شكرا جزيلا لك.